ابني كان يشتغل بمطعم وما عاد بده يا الزلمه، ودور على شغل كثير ما كان يلاقي، فاقترحت عليه انه نفتح انا وياه مصلحه صاج خبز بزاله بيعرف، وصرنا نخبز بهالبيت بمطبخ، انا قاعده بغرفه بس ومطبخ. وصار ابني بس نخلص ياخذهم ويطلع فيهم على الموتور يدور على المطاعم يبيعهم. انا ام خالد من ريف دمشق، تهجرنا بالباصات الخضر على الشمال السوري. جوزي متوفي وما في معين غير رب العالمين، والاوضاع صعبه. الله وكيلك، قاعدين بغرفه كلياتنا فوق بعضنا، وصغيره الغرفه، والاكل والشرب والطبخ كله صاير بهالغرفه، والخبز بقلبها، يعني عم ننحم كثير من الشوق. اتمنى انه هيك يعني يكون عندي غرفتين مع منافعهم، مثلا نقدر نعيش عم ننام فوق بعضنا، وعندي اولادي كثير يعني متطلباتهم، وانا بيحترق قلبي ما عندي قدره انه اقدم لهم هالشيء. والخبز اللي عم نخبزه يا دوب بنجيب حق طبخه وهالخبزات.